مفيش نص مقدس، انا اخر واحد في الدنيا كان ممكن يبقى ملحد. اذا اردنا ان نعالج مشاكلنا ان تكون لدينا شجاعة مواجهة هذه المشاكل، لان الموضوع صعب وشائك ومعقد ويحتاج الى حوار هادئ وعميق. كنا في حاجة الى لحظة سكون. إذا سكن الماء نستطيع أن نرى ما في داخله، ويصبح هو بسطحه مرآة نشاهد بها الكون المحيط بها وكذلك أنفسنا. إذا سكنت أبصرنا ما بدواخلها وصارت مرآة لهذا الكون، ولهذا لحظة سكون. لحظة سكون. لحظة سكون مع الحبيب علي الجفري، يحاوره الإعلامي خير رمضان، يأتيكم بإذن الله يومين الثلاثاء والأربعاء عند الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية.